صالح الخيرية وبترجع على البيت. انت عم تحكي هالحكي لك سارة؟ ايه، ليش لحتى ما احكي هذا الحكي؟ خيرية مرتك وام ابنك، وابنك حرام يضل بعيد عنك، ما بيجوز من الله، من الله ما بيجوز. شو؟ رح ترجعه بكرة؟ اشري لي تفاحة اشري لي. يعني رح ترجعه؟ الحمد لله على سلامتك يا ام ظافر. الله يسلمك يا أم عصام، كيف ملاقية حالك هلا؟ لا الحمد لله عم بتحسن شوي شوي. أي ألف الحمد لله إن شاء الله. أهلا وسهلا بسارة. يعني معه حق معتز يعمل اللي عمله مشانك، ما شاء الله حولك وحواليكي. تسلمي خالتي. شو بتحبوا تشربوا؟ ما بدنا نعذبك حبيبتي. لا يو، شو تعذبينا؟ قومي بهية، قومي اعملي فنجان قهوة لخالتك ام عصام. ايه من عيوني مرت عمي. تفضل ابن عمي. زيد فضلك، وين خيرية؟ جوا. خيرية؟ تعي للي خيرية تعي. نعم اخي. تعي للي. خيرية فوقي الشاي لابن عمك. يو. يلا مسكي مسكي. رجع ابن عمي. لا لا خيري لا. ليش هيك عم تحكي؟ وشلون بدك ياني احكي؟ بدي اياكي تحكي مثل ما كنتي تحكي معي من قبل. الاصيل ما بيتغير خيري. انت دهب. دهب عتيق. ما بعرف شلون صارت القصة كلياتها. ما بعرف. بس هذا اللي صار أمر الله. على العموم سارة كمان بتسلم عليك. يعني سارة هي اللي قالت لك تجي لهون؟ مو من راسك هذا الشيء؟ لا لا خيري لا. أنت بتعرفيني منيح، ما بعمل إلا اللي براسي. أنا جاي طيب لك خاطرك. ما بيهون علي زعلك. عليم الله ما بيهون علي زعلك. معلش ابن عمي،
خليني قاعدة كمان شوي. ايه اللي بدك اياه. بدك ترجعني؟ طلقة. وهي العقيد، وهي جود لك عقيد، ما بدك تشوفها؟ أنا هات يا بيها اللي صارت لي ربك يا بيها. عافية قلبك لك سميرة. عنا شلونك هيدية؟ على ما هي من وقت ما اجى معتز وهي صافنة، شافت عينك. شلونك لخيرية؟ أهلين أخي، يعطيك العافية. يعافي لي أنا بيك. اسمعي، بدي لك شغلة وحدة. ابن عمك اجى لعندك وطيب لك خاطرك، هو تجوز على سنة الله ورسوله، وهذا حقه وحق أختي، فبرضاي عليكي لا تحرمي الولد من ابوه. اوعك اختي تفكري عم بجبرك على شيء، هذا لا والله، هذا بيت اخوكي، يعني بيتك، الك الصدر والعالم كله على عتبه. وهي قلت لك اذا بدك هلا باخذك على بيت عمك، تفكري ردي لي خبر. الله يحفظهم ويقيم عيالك بالسلامة. الله يسلمك يا رب. فوت أخي، فوت فوت فوت. أهلين عمي خاطر، شرف 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 أبي شرف. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين خاطر. أخي معتز، نحن لعنكن على البيت، قالونا أنتو هون. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا بالمهلي. فوتي خيرية، فوتي. وعليكم السلام. أهلين أختي، أهلين. مبروك ما إجات أخي عصام. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله يبارك فيك يا بنت الأصول والعز. تعالي تعالي. أهلين يا بي. لك أهلين بشيخ الشباب. يسعد لي ربك. يا جميلة، البيت يا أم جود. نور بصحابه مرت عمي. مين أصحابه؟ مو أنت أصحابه، ومو بس أصحابه، ورثته كمان. الله يخلي لي إياك يا رب. فوت حاكيها مرت عمي. لا لا سارة، اتركي لي إياها، أنا بحاكيها. كريهة الله يرضى عليك، تعي عاوزتك شو. برضاي عليكي يا بنتي، اتهوني على حالك وعلى جوزك وعلينا. هذا اللي الله كاتبه علينا، تعلمي من اللي صار فيني، هيك نصيبنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي صار صار يا بنتي، وهي رجعتي على بيتك، ديري بالك على جوزك. وبرجع بقلك يا خيرية، انت وردة هذا البيت. Thank you.
شوية فواكه وحلو وقلت نيجي نتسلى سوا أنا وياك. أشتر لك تفاحة؟ Let's go.